لو انت مربي حمام وعندك زغليل ضعيفة، زغلول اكبر من زغلول، اهالي طارت وطفشت وسابت لك الزغاليل مش عارف تأكلها، جميع الحلول دي، عايز تشتري الخلطة او الميكس ما انتش عارف تشتريه منين او مش عارف تجيبه منين. انا عملت كمية الميكس دي في الفيديو اللي فات، اللي هسيب لك الفيديو في صندوق الوصف تحت، الرابط بتاعه تنزل تحت وتشوفه. قبل ما ننزل ونروح على الفيديو، اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، ونشوف مع بعض، نروح مع بعض ونشوف موضوع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام، معكم اخوكم مصطفى. ازيكم وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عملت كمية الخلطة دي او الميكس ده في الفيديو سابق، طبعا باقل تكلفة. هقول لك ده الميكس ده افضل يا جماعة من المستورد، وانا جربته اكتر من مرة. جميع المكونات اللي فيه مكونات طبيعية، جميع المكونات اللي فيه مكونات طبيعية. انا هقول المكونات كده ويا رب ما انساش حاجة. اول شيء من المكونات دي، نص كيلو ترمس مطحون، طبعا كل الحاجات دي مطحونة. الترمس بتلاقيها عند العطار مطحون جاهز، عند العطار مطحون جاهز. نص كيلو قمح، ده بتطحنه في البيت. ربع كيلو حلبة مطحونة، وده بتجيبه جاهز برضو من عند العطار. نص كيلو عدس اصفر، نص كيلو صويا مطحونة، طبعا كل الحاجات دي مطحونة. اللي مش مطحون انت هتطحنه في المطحنة بتاعة البهارات بتاعة الخلاط. نص كيلو علف دجاج 23%، لكن ده مش بنضيفه الا للكمية اللي انت محتاجها بس لتسمين الزغاليل او للاعمار الكبيرة اللي زي الزغاليل دي، اللي هو الجزء ده. انا عملت الحبة دول اللي تحت دول بالعلف الدجاج، لكن اللي فوق دول من غير علف الدجاج. طبعا اللي من غير علف الدجاج دي علشان تنفع للاعمار اللي هي من عمر يوم، للزغاليل اللي هي من عمر يوم. اما الجزء اللي تحت ده اللي تحس ان هو خشن شوية، المضاف اليه علف الدجاج. ليه الجزء اللي تحت ده اللي هو خشن شوية؟ اللي هو اتبقى من تصفية، اللي بعد ما غربلنا المكون فضل الجزء خشن، فبدل ما نرميه احنا سبناه للزغليل الكبيرة دي وضفنا عليها علف الدجاج. يبقى نقول من الاول، ترمس نص كيلو، ترمس نص كيلو، قمح ربع كيلو، حلبة نص كيلو، عدس اصفر نص كيلو، صويا مطحونة اكتب ورايا نص كيلو، علف دجاج، كركم، جنزبيل، كزبرة، قرفة، توم، بصل، خميرة، خمس اقراص كلسم. طبعا كل المكونات اللي قلناها اللي في الاخر دي، من اول اللي هي الاعشاب دي باتنين جنيه، باتنين جنيه كل حاجة باتنين جنيه. طيب هنخش بقى ان احنا ازاي هنأكل النهاردة. موضوعنا ان انت هتأكل الزغاليل بتاعتنا دي ازاي. طيب شوف بقى، علشان تنجح معاك والاكل ما يكلكعش معاك، احنا معانا العلبة دي، هنشوف برضو هنستخدم المكون بتاعنا فيها ازاي ونركبه ازاي. تابع معايا كويس جدا علشان تنجح معاك عملية التأكيل. طبعا يفضل ان انت ما تشتغلش من العلبة الكبيرة دي، تغطيها وتعينها وتشتغل من عبوة صغيرة دي، لكن انا حبيت اوريكم الكمية دي كلها، يعني في حدود الكلفة عليها حدود 40 جنيه. انا لو اقول لك لو بشتري ده اللي هو يفوق المستورد، بامانة مش بقول لك اي كلام، ده يفوق يا جماعة المستورد، مش هتجيبهم اقل من 1000 جنيه. مش عايز اقول لك في ناس، ويمكن لو في ناس انتم متابعينهم هتلاقي يقول لك الكيلو بنجيبه ب 600 جنيه ويقول لك الكيلو بنجيبه الميكس ب 1000 جنيه، لكن احنا عملنا الكميه دي كلها تعدي ل 40 جنيه بحاجه بسيطه، من 40 ل 50 جنيه على حسب ما انت هتشتريها. كميه كبيره جدا اهو زي ما انت شايف كده، الكميه دي كلها 40 جنيه او يزيد شويه، قول 50 مش مشكله يعني. طيب هنشوف هنستخدم ازاي. شوف بقى يا سيدي، هنجيب معانا العلبة اهو، شوف كده، ادي واحد، بسم الله ما شاء الله. اهم حاجة في موضوع ده ان انت تهزه كويس وتخليه ناعم جدا، ده اللي ينفع للزغاليل الصغيرة. هنقول مثلا على حسب ما انت محتاج انت هتعمل، لكن هتضيف عليه المية، ومية دافية
احنا هنقول يا جماعة ليه انت ما بتسيبهمش لأهاليهم. انا بقول دايما لو انت مضطر، لو انت مضطر زي ما قلت في بداية الفيديو، لو حمامة طارت او حاجة هنضيف عليه المية اول، واحنا بنقول هنضيف المية، مية دافية، دي مية دافية، جيب مية دافية وتضيف وتقلب لحد ما تخليه خفيف جدا، ما تخليهوش سميك، لان في ناس يقول لك انا حاولت اكل والاكل كلكع معايا. شوف هو بيكلكع اهو، طبعا كده مكلكع. طب نزوده ميه لحد ما تشوفه بياخد ميه كتير. طبعا خلطه كلها من الاعشاب الطبيعيه، مفيش منها اي اضرار، فيها الخميره، فيها الكزبره، الكزبره عشان ما تخليش فيه اسهال او نزلات معويه، الخميرة بتحسن جدا من الهضم، جميع الاعشاب اللي فيها يا جماعة اعشاب مفيدة جدا، هتقلبها جدا لغاية ما تمتزج. وشوف هي بقت كده ازاي، عايزينها اخف من كده كمان، شوف كده عايزينها اخف من كده بالمنظر ده، لا اخف كمان. هنقلب، ولو عايزة مية كمان هنضيف عليها شوية مية كمان، بس نقلب اول كويس جدا جدا، وبعد كده لو عايزة مية نضيف لها مية. طبعا هتبقى بالشكل ده بعد ما قلبناها اهو، شوف ازاي خفيفه ازاي اهو بالشكل ده، خليها خفيفه كده، كل ما تكون خفيفه كل ما تكون سهله في الهضم عند الحمام. طيب هنستخدم سرنجات ايه النهارده؟ هنستخدم للتاكيل ايه السرنجتين دول؟ دي السرنجه دي 50 سنتي او 60 سنتي، بتلاقيها في صيدليه بشري بحوالي 5 جنيه تقريبا تمنها، ولو لقيتها 60 هتلاقيها ب 6 جنيه. ودي سرنجه 20 سنتي، مش مشكله هي كام سنتي او 3 سنتي او اللي تلاقيه، المهم المبسم السيليكون اللي بيتركب عليها ده. ليه المبسم السيليكون ده؟ اللي قلتها في فيديوهات كتير، علشان الزغاليل اللي هي من عمر يوم، شوف لو عندك من عمر يوم هتشتغل وبتعدي الميكس بتاعنا. الميزة ان انت تكون هازز الميكس ناعم جدا علشان يعدي من الثقب الناعم ده، واضح اهو. يبقى ده شوف انا تانيها اهو، ده بيعدي منه الميكس بتاعنا. هنجرب بالسرنجة اللي هي بتاعت الزغليل اللي هي من عمر يوم الاول، وبعد كده نعمل بالسرنجة الكبيرة. سحبنا الكمية اهو بالشكل ده، ونجيب زغلول، نجيب اصغر زغلول اللي هنشوف عليه ده دلوقتي، اصغر زغلول في اللي معانا، لكن هي بتنفع للزغليل من عمر يوم يا جماعة اهو. بسم الله ما شاء الله، زغليلنا من انتاجنا اللي خدوا مننا الزغليل كده، يدعولي ان شاء الله، عايزهم يدعولي. والمرة دي ملبسين الزغاليل الدبل، الدبلة الخضراء اللي احنا بنحبها، دبل الاتحاد، الزغاليل المرة دي ملبسينها الدبلة. طيب نجرب كمان السرنجة الكبيرة علشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده اهو. السرنجة الكبيرة، السرنجة الكبيرة دي يا جماعة هقول لك ايه السحر كله في السرنجة دي. ابحث كده على اليوتيوب قول اسهل وارخص زغاطة، هتلاقي اشهر فيديو تأكيل زغاليل بالسرنجة دي، فيديو من انتاجنا بفضل الله. نشوف الزغلول الجعان، شوف بقى السرنجة دي بتعمل ايه، علشان اللي ما شافش الفيديو اللي قبل كده يشوف السرنجة دي بتعمل ايه. شفت السرنجة اهو، بسم الله ما شاء الله. طبعا الزغلول اتلغمت اكل، لكن هو عشانه كان شبعان اهو. نمسح للزغلول، بنقول بسم الله ما شاء الله، الزغلول ما يهمكش اللي حصل ده، نمسح له، هنمسح له وهنروق عليه دلوقتي. الزغلول اكل، ده اللي يهمنا، وبسم الله ما شاء الله بقت صحته تمام. ونقول لك لو عجبك الفيديو اعمل لايك، واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.